Have a look at this again. This will adorn social media for quite a while. An absolute blitz here from Marwan Rahiki to demolish Michael. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلة أمس وفي نزال قوي تمكن المقاتل المغربي مروان راحيكي من الفوز على خصمه الأسترالي ميشيل مانو بالضربة الأرقادية منذ بداية الجولة الأولى من النزال، وذلك ضمن بطولة هيكس فايت سيري التي أقيمت بأستراليا. وللإشارة في المقاتل المغربي يرتدي اللباس الأسود، بينما المقاتل الأسترالي يرتدي اللباس الأبيض. وقبل مشاهدة لقطات من هذا النزال الشيق، فإذا كنت من عشاق فنون القتالية المختلطة أو مهتم بجميع أخبار الرياضيين المغاربة، فلا تنسوا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة تشجيعا لنا على مواصلة هذا المحتوى الرياضي، وكذلك من أجل أن يصلكم كل جديد، ونتمنى لكم فرجة ممتعة. This is the very first round. Your referee, Thomas, stop for this contest. Who's going to win?